الكرام متتبعي القناة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من السلسلة الجديدة التي تتكلم عن النجاح وكيفية النجاح. قبل الحديث عن مفهوم النجاح والكيفية التي يتحقق من خلالها النجاح في مشاريع كثيرة كصناعة المال، كتميز في الدراسة، كتحقيق الشهرة إلى غير ذلك، لابد أن نشير إلى محرك أساسي وهو الدينامو ديال النجاح، ما يسمى بالهدف. جل الشباب يجهلون هذا المكون والمحرك الرئيسي وهو الدينامو، وهو الأوبجكتيف، لونلي أوبجكتيف. هل لديك هدف معين تريد أن تصل إليه؟ ما هدفك في الحياة؟ مثلا تريد أن تصبح تاجرا، غنيا ثريا، تريد أن تصبح لاعب كرة شهير، تريد أن تكون مهندسا أو طبيب رفيع المستوى، سياسيا مرموق ذو كاريزما عالية إلى غير ذلك. هل لديك هذا الحلم؟ هذا هو الحلم، هذا هو الهدف. والهدف يتحقق من خلال أمرين اثنين. الأول وضع خطة أو خطة قصيرة المدى، والثانية خطة بعيدة المدى. مثلا أريد أن أصبح رياضيا مشهورا، أصبو إلى تلك العالمية التي من خلالها أستطيع أن أقارع النجوم، أن أبرز كباقي المشاهير في عالم الرياضة. لكن هذا يظل في حد ذاته مشروع ذا أمد بعيد وذا أمد طويل. والمشروع الذي يعد من المشاريع القصيرة المدى وهي العتبة الأولى التي تمدك بكل التجارب الممكنة للوصول إلى البرنامج الثاني. هذا البرنامج هو برنامج قصير المدى. هل اشتغلت؟ هل طورت من إمكانياتك؟ هل شاركت في بعض الدوريات مثلا المحلية التي من خلالها قد تصبح رياضيا مشهورا على الصعيد المحلي الداخلي، وأقصد هنا المدينة، ثم على المستوى الجهوي أو المستوى الإقليمي الجهوي، ثم على المستوى الوطني. إذن شهرة تتشكل من خلال احترام المعايير. إذا كنت تريد أن تصبو إلى الشهرة العالمية، فأول مفتاح لديك هو أن تصنع الشهرة المحلية الداخلية الجهوية الإقليمية ثم الوطنية. هذا التدرج يسمح لك بالاستفادة من مجموعة من التجارب التي يتمثل فيها النجاح كما يتمثل فيها الإخفاق. والخسائر تكون خسائر طفيفة جدا، تتكلم عن الأشياء الفنية أو التقنية التي كنت تجهلها والذي يجب كذلك أن تطورها لكي تصل إلى مرحلة أفضل وأحسن. هذا الأمر الأول. إذن البرنامج الأول قصير المدى. خلال هذا البرنامج يجب عليك أن تشتغل لتطوير المهارات، منها المهارات النفسية، منها المهارات الفكرية والمهارات الجسدية. وفي نفس المثال نريد أن نضع مثالا مبسطا لكي يفهم. مثل هذا الرياضي الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الشهرة الداخلية في المدينة، لا شك أن النجاح في العالم الرياضي ليس مبني فقط على المكونات
البدني فقط أو مهارات بدنية، لابد لك من إعدادات نفسية، والجانب النفسي مثلا يأخذ قوته من مجموعة من يعني الموارد. من بين هذه الموارد الوسط الاجتماعي الذي يجب عليك أن تحدده لكي تعيش فيه، ومن خلال تستطيع أن تركز فيه على مواهبك وعلى أحلامك التي تريد تحقيقها. إذا لابد من تحديد الموارد لتقوية الجانب النفسي، ومنها المحيط الاجتماعي المبني على التواصل السليم، مبني على مجموعة من المعايير. هناك كذلك القراءة، كذلك هناك الراحة، كذلك هنا كذلك مشاهدة قنوات إلى غير ذلك. هذه يعني المؤثرات تعمل على تقوية الجانب الروحي لديك أو الجانب النفسي. إذا الاشتغال على الجانب النفسي أمر مهم يأتي في المرتبة الأولى. ثاني شيء الاشتغال على المهارات يعني الفكرية، لأن تحقيق الإنجاز في العالم الرياضي مبني كذلك على بعض أو على معظم المهارات يعني الفكرية intellectual inequalities، كالذكاء مثلا، كالتحليل، كالرد السريع إلى غير ذلك. ثم تشتغل على الجانب البدني، وأهم من هذا تعمل على تحقيق ذلك يعني التفاعل بين المكونات النفسية والمكونات الجسدية والمكونات الفكرية في إطار مشروع صغير تستطيع من خلاله أن تحقق الشهرة على يعني في المجال يعني الداخلي الذي يخص مدينتك.